صدق المجلس على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الداخلية أيضا، يتعلق المرسوم الأول ب الحاملة رقم 2/15/261 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية، ومشروع المرسوم الثاني 2/15/262 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. أيضا النصين معنيان دارجان في إطار تنفيذ أحكام مدونة الانتخابات، ويهدفان بالتالي إلى تحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء هذه الغرف ككل، أي غرف التجارة والصناعة والخدمات، غرف الصناعة التقليدية، غرف الصيد البحري، وغرف الغرف الفلاحية. التاريخ المقترح وهو أن الاقتراع سيتم يوم 7 غشت 2015، وأنه من يوم الجمعة 24 يوليو 2015 إلى الثلاثاء 28 يوليو 2015 ستخصص لوضع الترشيحات، ومن الفترة من 29 يوليو إلى الخميس 6 غشت ستخصص هذه الفترة للحملة الانتخابية. إذن إذا الترشيحات من 24 يوليو إلى 28 يوليو، 29 يوليو إلى 6 غشت الحملة الانتخابية، و 7 غشت 2015 بإذن الله سيكون يوم الاقتراع بالنسبة لانتخاب أعضاء هذه الغرف.